ريفاس نقلها ممتازة الكرة والمحاولة والهدف الأول. نعم أول الأهداف. كايو يتقدم الآن للزعيم. العين يسجل وسط ضربك من دفاعات نادي الشارجة. كايو يركن الكرة ركن ويثبت الكل ويضع بصمته في هذه المباراة. لاحظ الكرة وصلت لكايو. كايو ركنها وضعها في الشباك بهذه الطريقة. ممتازة ممتازة اللقطة وحلوة اللعبة من كايو. كايو اللي بدأ وتعلق مع نادي العين ثم انخفض مستواه. الآن ربما هذا اللقاء راح يعيد كايو مرة أخرى.